الأهلي هو سفير القارة السمراء وبيقوده مدير فني من جنوب إفريقيا، إفريقي ولأول مرة، ولأول مرة في تاريخ النادي الأهلي. طيب إيه المفاجأة الأولانية؟ المفاجأة الأولانية هيكون معانا بيتسو موسيماني في حوار مطول وحوار جميل جدا أمير هشام الحقيقة عامله مع بيتسو موسيماني. خلينا نطلع نشوف هذا الحوار وقد إيه فرحة هذا الرجل وقد إيه إن النادي الأهلي ومجلس إدارته ولجنة التخطيط في النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، كان ليهم رؤية في وجود هذا الرجل كمدير فني للنادي الأهلي من ساعة ما جه لغاية دلوقتي حدث ولا حرك. فخلينا نطلع نشوف بيتسو موسيماني وفرحة بيتسو موسيماني ونرجع بقى نقول لحضراتكم بقية المفاجآت اللي موجودة معنا. مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان، لقاء هام جدا مع مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي بعد هذا الانجاز الكبير والفوز بالميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم للانديه. برحب طبعا بالدكتور عمرو محب القائم بعمل الترجمه، وبرحب بمستر بيتسو موسيماني وببارك له. شكرا شكرا. بيتكلم على انجاز كبير جدا هو حققه بعد انجاز بطوله دوري ابطال افريقيا وهو الانجاز الاهم، لكن هو بروز بطوله دوري ابطال افريقيا ببرونزية كاس العالم للأندية، وخصوصا ان دي اول مشاركة للجيل الحالي من النادي الاهلي في كاس العالم. Well first we put ourselves in a position to play the World Cup by winning the CAF Champions League and that was important. But when you are here in the Champions League I guess everybody wants to win it. I know it's not easy to win it, and everybody will say you're crazy because you're saying you want to win it. But it is possible. Anything is possible in football. But unfortunately, you can't reach the final when you have easily reached the final, when you have teams like Bayern Munich in the semi-final. So it was difficult for us. Maybe if we went the other route, of the Central of America and Asia, maybe we could have arrived at the final, but we went the route where there's Europe, and we did not succeed because they are a good team, but we have done our best. بيقول حياتك طبعا بيشكرك وبيقول حياتك طبعا عشان نوصل لكاس العالم للانديه كان لازم نكسب بطوله افريقيا في الاول عشان نتاهل ونوصل لكاس العالم للانديه. لما روحنا وصلنا لكاس العالم للانديه كان كل الناس بيسالونا على طموحنا، كنا بنقول طموحنا نكسب حق مشروعنا نكسب اللقب او ننافس على اللقب. طبعا الناس كانت بتقول انت مجنون، بس الجول ده حق مشروع لينا وحاولنا ندافع عنه، وكان ممكن عندنا فرصه نوصل النهائي فعلا لو كان قرعتنا ما وقعتناش في طريق اوروبا، طريق بايرن ميونخ فرقه قويه، ده كنا احنا في اللاج الثاني في الطريق الثاني اللي هو في امريكا اللاتينيه واسيا كان ممكن نوصل النهائي. بس هو بيقول يعني هو راضي عن الاداء على النتيجه، وممكن ان شاء الله البطولات الجايه يبقى فيه نتيجه افضل.